لكن كتونسي حر اخويا نحب الحقيقه تظهر. خلي الشعب هذا يعرف روحه وين ماشي، خلي الشعب هذا يعرف روحه وين ماشي، يعرف روحه علاش قادم، ويعرف مع شكون يمشي ومع شكون يجي، فهمني، وشكون ليه وشكون خطيه. انت معناها لهنا تايد تايد عبير موسى وقت اللي هزت البوق وتكلمت اخويا خلت توصل صوتك، خلت توصل عندها فكره، خلت تقولها بالك هي تعرف حاجات اللي ما نعرفهمش انا كمواطن تونسي، هي تعرفهم اكثر مني، خليني نعرفهم انا. ايوه فهمتي، كانها تنقلك في الحقيقه، فهمني، قد يكون تنقل في الحقيقه، قد يكون هي تنقل في الحقيقه، فهمني، هي قد يكون هي توقعت تنقل في الحقيقه للمواطن للشعب التونسي بصفه عام. عاجبك انت الوضع اللي قاعدين عايشين فيه احنا تو، ولكن بعض الناس شافتها تندرت بالعكاية راه. نعم بعض الناس تعلق وتتندر معناتها شافتها كاين حاجه عيب. لا لا سامحني، ها سامحني، انت عاجبك الوضع اللي تعيش في تونس تو، اما اولى انت اسكو تو تتلهاب بوضعك الداخلي ولا تتلهاب على بيكو عليك في المجلس النواب؟ لواش موجود؟ ليش مشغول مجلس النواب غادي؟ 217 واحد ليش موجود؟ للبونية؟ مادام وصلنا للبونية وصلنا للحالات هذيك، اخويا هي خل تتكلم. مانيش معاها أنا، مانيش معاها أنا، ومانيش ضدها، فهمتني؟ أنا مع مصلحة الوطن. معناتها أنت مع حرية تعبر بأي طريقة؟ سامحني، أنت تحكي بالديمقراطية؟ باهي بالديمقراطية، علاش ما تعطينيش صوتي أنا خل نتكلم؟ علاش تقمع فيها؟ علاش تقص عليها في الميكرو؟ وعلاش تخلي في واحد آخر من حزب آخر يقعد يتكلم؟ ياخذ حقه وحق غيره، شنو معناه؟ هي شنو معناه الديمقراطيه هذه في تونس؟ بالك ديمقراطيه هذه في تونس؟ اذا كان ديمقراطيه في تونس، السلام عليكم، ستوب، خليها عندك، انا ما حاجيش بها، خليني نعيش انا مواطن عادي كما كنت قبل وكما كنت قبل. اوكي.